وانت بتعد نفسك للحرب كان ازاي تاخد القرار. وبشجاعة شديدة جدا السادات خد قرار الحرب رغم كل الظروف الغير مواتية اللي كانت كلها تقول انه لا ما ينفعش. ما بصرف النظر بقى عن المفاجأة وعناصر التخطيط للمفاجأة والخداع والكلام ده كله، احنا في حاجة تخلي كل الناس تقول لك انك انت مش تحارب. كان عندي أسلحة لها في المخازن خط ذخيرة ونص. يعني ايه خط ذخيرة ونص؟ يعني ما يكفي لقتال يوم ونص فقط. المعلومة دي زي ما هي عندي، عند اسرائيل، عند اسرائيل وعند امريكا. ليه؟ انا باخد سلاحي من الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي بنقل السلاح يا عبر البوسفور والدرنارين يا عبر الاجواء التركية. فالطيارات مرصودة والمراكب مرصودة، ولما بحطها في المواني او في القواعد الجوية او المطارات الاسلحة مرصودة كله مرصود. فتقريبا بيكون عندهم المعلومات زي ما انا عندي معلومات عن اسرائيل. يعني المعلومات دي لم تعد سرا او كهنوتا. بالظبط. فزي ما انا عارف ان انا عندي خط ذخيرة ونص، هناك عارفين ان انا عندي خط ذخيرة ونص، وما فيش قائد ياخد قرار حرب وهو عنده خط ذخيرة ونص. يعني عنده ما يكفي قتال يوم ونص. فالسادات قال لهم قننوا استخدام الذخيرة. فاحنا تغلبنا على نقص الذخيرة بتقنين استخدامها، بتقنين الاستخدام. وتغلبنا على طبعا اسرائيل متفوقة كما وكيفا، وده مش سر. صحيح. تغلبنا على التفوق الكمي والنوعي، اننا احقق التفوق الكمي والنوعي في عملية الهجوم. المهاجم دايما لازم يكون 3-1. فانا لما هفاجئه انا هقدر احط له 3-1. معايا حضرتك؟ تمام. طب يعني انا تغلبت على هذا النقص الكمي والنوعي بان انا حققت التفوق المحلي وانا بهاجم. عشان احقق هذا التفوق لازم يكون عامل حاجتين. لازم اكون حققت المفاجاه ومسكت بزمام المبادئه. حضرتك عملنا خطه خداع استراتيجي عظيمه جدا. انا كنت عاوز افاجئه استراتيجيا وتعبويا وتكتيكيا. استراتيجيا مش عاوزه يعرف ان عندي نيه حرب. بالظبط. يعني انك بتنفي تماما، مفيش نيه خالص. والسادات اجاد اخفاء النيه. اجاد. نمره 2 مش عاوز يعرف ان انا هحارب انا وسوريا. لان في الحرب على خطوط داخليه، انه يفرق على جبهتين غير جبهه واحده. فدي كانت عمليه من عمليات المفاجاه الاخرى تخليني احتفظ بزمام المبادئه. انما عشان اعمل الحكايه دي عملت ايه؟ عملت خطة خداع من 64 عنصر. انما كان السادات عارف ان اسرائيل هتعرف. واسرائيل عرفت. ملك عربي راح قال لهم مصر هتحارب يوم 6 اكتوبر. المدهش ان احنا كنا مدربين مجموعة من القادة الفلسطينيين ومجموعة من القوات المقاومة على ازاي تقطع طرق وتدمر كباري. ودينا لهم ضابط اتصال في بيروت وضابط اتصال في دمشق، وشولنا لهم كل الذخائر المطلوبة. تمام. السادات السبت السابق للمعركة استدعى 3 من القادة. هايل عبد الحميد اللي هو ابو الهول، وخليل الوزير ابو جهاد، وخلف اللي هو ابو اياد. صلاح خلف. استقبلهم وقال لهم جاهزين؟ قالوا له جاهزين. قالوا لهم احنا هنحارب السبت الجاي. ده قبل اسبوع. اسبوع. قال لهم احنا هنحارب السبت الجاي. وانا بجايبكم عشان اقول لكم
تنفذوا المخطط اللي تم الاتفاق عليه وتمت الموافقه عليه. طلعوا من عند سياده الرئيس راحوا قابلوا هيكل وقالوا الراجل ده مش هيبطل جنان. ده بيقول لنا ان هو هيحارب يوم 6 اكتوبر. قال لهم خدوه على محمل الجد. خدوه على محمل الجد. هيكل قال لهم خدوه على محمل الجد. المره دي هو بيتكلم جد. قالوا الهيكل حاضر. وطلعوا راحوا بيروت وقالوا في المطار السادات اخبرنا انه سيقاتل يوم 6 اكتوبر. فالمعلومات راح خلاص عرفوا. ماشي. السادات تحسب لده كله. ان ممكن اسرائيل تعرف، انما انا عاوز ساعتين. بالظبط. ايوه تمام. فعمل عمليتين. دول عمليتين من عنده هو خارج الخطه بتاعت القياده العامه. العمليه الاولى انه كان بيحضر مؤتمر عدم الانحياز في الجزائر، فطلب من مجموعه محدوده انها تنفذ الخطه دي. هم عارفين ان فيه دبلوماسي على علاقه بالمخابرات الامريكيه ولا علاقه باسرائيل، انما علاقاته بالفرنسيين قويه جدا. فقال لهم اتصلوا بالدبلوماسي ده واطلبوا منه يأجر لنا قصر او يشتري قصر او شقة كبيرة. عشان انا هروح اعمل عملية جراحية في باريس في اول اكتوبر. فراحهم قالوا للدبلوماسي، والدبلوماسي جاب لهم قصر وادوه العمولة بتاعته واشتروا القصر، وبدأ القصر يبان كأنه مسكون وكأن حد كبير قاعد فيه. تمام؟ تمام. بما انه هيعمل عملية جراحية وبأن القصر انشغل، يبقى مش معقول مصر هتحارب في 6 اكتوبر. في 6 اكتوبر.